إذا هالقد متأثر بالشعر بشكل عام ومتذوق للشعر، حافظ شي لنزار قباني؟ نسمع شو رأيك؟ حافظ نزار، حافظ لنزار، نسمع نصيف الشاعر هلا. لا مش أعوذ بالله، لا كلمة متذوق حسيتها ثقيلة علي، محب. لا المتذوق ليه بيكون ضليع. ليه دايما بتجرب كل ما قلك شيء بتجرب تقلل من قيمة اللي عم لا ما بقلل، بس متذوق هي هي محب، محب أحسن، لأنه أنا بحب القصص بحذافيرها يعني، بس تعلمنا الصحيح، بس تعلمنا لك هي حادثة أنا علمتني، بس تعلمنا المعهد العالي كان عنا الله يذكرها بالخير خبيرة روسية بالمعهد العالي كان اسمها نديلة المس بيلا، أوكي هيدي عم تعلمنا كانت مبدأ للهارموني بالميوزك، فبس هيك أخذنا كذا درس انتبهتنا أنه أنا هذا باب للتأليف يا الله. جينا قلت لها مس بيلا أنت شو مألفة؟ قلت لي نو أنا ماني مألفة، شو أنا معي ماستر بالميوزك وبعلمكم هارموني، بس التأليف باب آخر. أي نعم في هارموني اللي نحن عم نتعلمها، بس التأليف دراسة أخرى. صوبت سو أنا بحب القصص بحذافيرها لأنه معلمينا من الصغر أنه دكتور دكتور المتذوق، حسيتها كلمة كبيرة، that's why عم لك متذوق يعني كثير ضليع. خلينا نسمع. أنا محب كمحب للشعر نزار قباني اليوم. أي قصيدة بتستحضرك لنزار قباني؟ أحبك لا أدري حدود محبتي، طباعي أعاصير وعاطفتي سيل، وأعرف أني متعب يا صديقتي، وأعرف أنني أهوج، أنني طفل أحب بأعصابي، أحب بريشتي، أحب بكل لا اعتدال ولا عقل، أنا الحب عندي جدة وتطرف وتكسير أبعاد ونار لها أكل، وتحطيم أسوار الثواني بلمحة، وفتح سماء كلها أعين شهل، وتخطيط أكوان وتعمير أنجم، ورسم زمان ما له ما له شكل، أنا ما أنا، فلتقبليني مغامرا تجارته الأشباح والوهم والليل، أحبك تعتزين، أحبك تعتزين بخمسة عشر، ونهدك في خير وخسرك معتل، وصدرك مملوء بألف هدية، وثغرك دفاق الينابيع مبتل، تعيشين بي كالعطر يحيا بوردة، تعيشين بي كالعطر يحيا بوردة، وكالخمر في جوف الخواب لا فعل، وقبلك لم أوجد، فلما مررت بي تساءلت في نفسي، ترى كنت من قبل بعينيك قد خبأت أحلى قصائد، إذا كان لي فضل الغنى فلك الفضل. صديقي نزار قباني. شو حلو، صديقك من الطفولة؟ لا صديق بأي كل عمر العرب تعرفت؟ اللي بيحبوا الكلام الجميل، الكلام هيك اللي يطرب الأذان. قلت محب للشعر، بس إلقائك للشعر هو إلقاء، والله بتدرب عليهم بالسيارة بتصدقي؟ يعني نزار حط هيك ميوزك بكل صراحة لكون صريح، لأني أنا كان هذا حلم جديد طلع عندي يا الله دايما. شو هو؟ خبرنا بالأحلام. حسرة حسرة إنه ليش ما طلعت شاعر، يعني بعد فترة بعد ما أنا بغني اليوم بقول يلا بس أقعد مع شعار، يعني أنا أصدقائي هلأ الاثنين راب بسلم عليهم بكن لهم كل المحبة والاحترام، علي المولى حبيبنا علي، وكمان حبيب قلبي مازن ظاهر، والله أشخاص هيك بلتقي فيهم من فترة لفترة بقعد معهم صدقا، أنا هي ما قلت لهم إياها بس أنا ضمنيا بغار منهم، يعني أنا عندي غيرة الله يزيدهم ويصيروا غيرة حب، بس إيه غيرة لأنه عندهم ملكة أنا لا أمتلكها، فبما أني لا أمتلكها بصير بحفظ